السلام عليكم، نهار جديد وفلوق جديد معنا. فبحكم ان هذا النهار كانت الحراره بزاف وصلت لاكثر من 30 درجه، فقلنا نمشيو للبحر ديال سخيفينينغان، بحر الشمال اللي كيتواجد في هولندا. لقينا الزحام بزاف كيف ما كتشاهدوا هنايا، ترام كيمشي وترام كيجي غير باش نقطعوا الطريق. مالا الطريق ديال الراجلين خصنا نتسناو ما نعرف شحال، ما كيخليوش كاع كدوز الترام، كتجي الترام كتمشي، كلشي تكب في هذا البحر. مع العلم ان كاين بزاف ديال الشواطئ هنايا في جنوب هولندا، مي لقينا بزاف ديال الناس، حتى الباركينغ ما لقيناش، فقلنا نضربوا دويره نشوفوا غير البحر ومن بعد نرجعوا للحديقه ديالنا. كيف ما كتشاهدوا شحال ديال البيسكليتات، كلشي تكب هنايا فهاد البلاصه ديال سخيفينينغان. هذا اكبر هوتيل هنايا في سخيفينينغان، ديال بحال الشكل ديال شي قصر. ومن هنا غيبان لكم البحر، وكذلك غادي يبان لكم بان غادي نلقاو بزاف ديال الزحام على ود الباركينغ اللي كاين تما. بقينا كنتسناو تقريبا ساعه المكانه، وحنايا كنتسناو غير باش ندوزو نقلبو على باركينغ، وفي الاخر ما لقيناش. فوقفت صورت واحد شويه هنايا باش تشوفوا غير المناظر من عن بعد، لان ما صبرناش وبنتي حتى هي ما قدراتش تصبر، بقات كتقوت عينا، ومع الحراره كزدنا عينا بالحراره اللي كاينه. فكيف ما كتعرفوا هولندا من الدول المنخفضه، فدرجه الحراره 30 كتعني هي تقدر اكثر من 50 في المغرب. ما لقيناش كاع باركينغ، وديك البلايص اللي القدام كلهم غير حتى هما غير قهاوي الماكله. عرفتي البحر عامر هاد النهار، ومع العلم ان دابا راه 8:30 اولا 9 ديال الليل. واخا هكاك كلشي عامر، ما لقيناش كاع البلاصه. هنا رجعنا بحالنا ومع الصهد، قلنا نمشيو للحديقه نسقيو الجرده لان الغازو غيكون يبس. وفي الطريق لقينا هاد القطيع ديال البقر، قلت نصورو معكم وتشاهدوه، لان هنايا كيصنعوا الحليب في هذه البلاصه هذه ديال جهه الطريق ديال المدينه فين كنسكن فورش خاوته، هذاك مصنع الحليب. وهنايا في المرعى كاين ابقار قدام خرجوها ترعى، بحكم هذه الحراره راه خرجوا كل شيء هذا النهار. هذا من بعد ما مشينا سخيفينينغان جينا ديريكتومون لهنايا للجرده، طلقنا على الدجاج لان كانت الحراره اليوم، فطلقناهم حتى هما مساكين يتبردوا. كنقطعوا الدلاح، عطيناهم حتى تما شويه الدلاح، وهنا كذلك عطيناهم شويه الدلاح. وخصنا لابد ما نسقيو الغازو والورد، لان الا ما سقيناهمش غادي يبس كل شيء، لان الصهد هاد السيمانه كلها صهد. فهذا الوقت المناسب للسقي، كيف ما كتشوفوا الغروب الشمس غربات، وحتى القطيطة مسكينة خرجت هنايا تبرد.
درنا الماء باش نسقيو الغازون في هذا الليل لان كانت الحراره، والقطيطه راها خايفه على وليداتها اللي يدخلهم لها. عاد ارتاحت. ميكو تبعنا، ميكو مو كاع ما خرجت عنده. نسقي عاوتاني الغروسة الورود. اول مره يمكن كان كندير كون فلوك بالليل لان الصهد تغلبنا في الدار بالصهد. واحد الوريد غادي يتفتح. كذلك هنا ورود غادي يتفتحوا. هاد الغرسة هادي اللي كنا غارسين هنايا يبسات، حيدناها وخا عيت ما نسقي فيها. ودابا غادي نديرو هنايا، غادي نديرو الخزامة على ما تكبر. ديك الساعة غير غتوسع مزيان، عاوتاني غادي نفرقوها على بلايص اخرين على ما نزيدو نقادو عاد الجرده من بعد. ايوا هذا مكان هاي كتسقى. شو نشوفو الدجاج حتى مشى ينعس. غدا ولا بعد غدا ان شاء الله، بعد غدا كنظن بلا ربع. ان شاء الله غادي على حسب الحساب اللي حسبنا للدجاجه الصغيره. ان شاء الله غدا غيتفقسوا الاربع، غيتفقسوا لها الفليسات. توصلت حتى هي خرجات. بزاف منكم اللي سولوني قالوا لي واش عندي البير. لا ما عندناش البير، عندنا الواد. الواد اللي كنجبدوا الماء من هذا الواد هذا اللي في جنبنا. ها هو منو كنجبدوا الماء وكنسقيو به. من هنا كنعمر الماء باش نسقي الورد. بالنسبه للورد كنسقيه من هنا، هو والنعناع وازير والشيبه. كنعمر الماء من الماء ديال الشتاء. بالنسبه للغازو كنسقيوه من الماء ديال الوادي. القطيطة عاجبها الحال مبرده. الاول خافت بغات تدخلهم، غير شافتنا جالسين بغات تبقى معنا.
عمرت هذا، دابا الاخر حتى هو كيعمر، غنمشي نسقي هادو بهم نعناع. صراحه جريده بالليل عاوتاني حاجه اخرى. ها هو تبارك الله النعناع مرجان غزال. بزاف منكم اللي سولني على الشيبه، الشيبه جبناها من المغرب بجدوره ديالها مع الجدر ديالها، حفرنا لها وغرسناها الحمد لله عادي، لا هي لا ازير وصدقوا الحمد لله. هذيك بطاطا ولها فليفله، نجيب عاوتاني الماء اللي عمر وغادي نكمل السقيد هادو. قطيطه كتبرد مع وليداتها تبعني. اي كيما اي ميكا اي ميكا، العوينات ديالو بالليل يا ها تبارك الله. هاد يا زهر تيعن ماماك. نمشي نكمل السقي ديال البطاطا، راكم عايشين معنا اللحظات لحظة بلحظة. كيغرس الخزامه، بغيت كبر تما بزاف كيف ما قلت لكم سابقا، غنفرقها على بلايص اخرين.